ايوه يا فندم، بس صاحباتي كتير
بيقعدوا يكلموني يقولوا لي الكلام اللي بيتقال ده مش صح، الكلام ده غلط، الكلام ده اوفر، وبيقعدوا حتى يتريقوا علينا. يا احنا لا، احنا ما بنسمعش الكلام الناس، احنا ولاد ربنا، ولاد ربنا ما لهمش دعوه باهل العالم، اهل العالم ليهم كلهم، لكن احنا اولاد ربنا، اولاد ربنا عارفين حقوق ربنا ليهم وحبته قد ايه ليهم وخوفوا عليهم وعايزين لهم الابديه السعيده، حياه هيعيشوا فيها للابد بسلام وفرح، وهنبتديها من على الارض مش بس في السماء. الارض بيقولوا علينا ان احنا متخلفين يا جماعه. يقولوا لازم يقولوا كده، بس انا اقول لك حاجه ثانيه. تريز النهارده شكت في فين؟ مع مين؟ مع عز صحبتها؟ ازاي؟ كانت بتقول لي ان انا مرتب قاعدين في المول وراها. ازاي يعني ازاي تشكي فيا؟ ما هو شكيت فيك يا مين، شكيت فيك. ازاي؟ غلطت شكيت فيك. ازاي يعني؟ ليه تشكي فيا؟ اهو بقى اللي حصل. يعني ما انا برضه عايزه اوجه كلمه ليها برضه، هي ما تديش وجهها لكلام الناس. ليه؟ لانه الناس ليها العين بتشوف بعينها، لكن مش عارفه ايه ده اختيار الناس ولا قلوبهم ولا عقلهم بيفكر في ايه. فلو ربنا قلنا للناس ده حقيقه شوفوا المشاكل اللي عايشه فيها، البيت بقى حريقه وكل ده على غير اساس. انت اللي قلتي له روح قبل صاحبتك، يعني هو بريء وهو ما فيش حاجه. فاتهامك ليه ما كانش ليه معنى؟ كان سبب ايه؟ اديت ودي للناس. ما بيصحش ان احنا كل كلمه نسمعها الناس تصدقها. بس كل الناس يا بنت بتعمل كده، كل الناس بتسمع لبعض، كل الناس بتقعد تتكلم مع بعض. لا بس في حاجه، وانا ليا اصحابي بسمع لهم. معلش انا هقول، هما بيحبوني. هقول لك انت تميزي بين الكلام الصح والكلام الغلط ازاي؟ الكلام اللي يخرب ويخرب ويأذي ويوسخ ودان الناس ما اسمعهوش، لان ده مش شيطان. لكن لو كلام هيفيد ويبني ده يبقى كلام مفيد اسمعه. فلازم نميز بين الكلام اللي بيفيد ويبني ويبنينا ويعيشنا في سلام، وبين الكلام اللي يجي من الشيطان عشان يخرب البيوت. يعني حضرتك دلوقتي تنصحيني ان انا اروح اقابل اب اعترافي، هل هو هيبقى عنده استعداد يسمعني؟ طبعا لان اب اعترافي بيحب ولاده جدا، كل همه وكل تعبه من قبل ان يوصلهم للمسيح ويديهم ويصوروا الحياة أبدية سعيدة. بس أنا خايفة على الأرض ليه تسالني؟ لا خايفة ليه؟ لا بالعكس، أبونا هتلاقيه بحب جدا وعارف كل حاجة وهيفتح قلبه ليك ويسمع لك وهيرشدك وهيصر من أبونا. بس بيقول يا بنت إن أبونا تعب ده شديد قوي. مالك؟ شدة في المحبة كويسة. نفس ربنا اللي قال بكل حنية بيحصل إيه؟ بيقدم ولاده عشان يحبهم عشان خايف عليهم. خلاص يا بنت انا هكلم ابونا واقول له اقعد انا وبيته ونقعد. بقول لك هو الجواز ابونا لما بيجي يصلي على العريس والعروسه بيقول للعروسه ليه؟ ايه الوصيه طيب؟ ايه؟ تضيع زوجها. بس خلاص نروح لابونا. بس عايزه اقول حاجه برضه، ان الطاعه في المحبه، يعني ماشي مش مشكله، المهم الطاعه الطاعه. طاعه المحبه. ايوه ماشي، يعني تضحكيني وتعيني وانا ونروح لابونا. ونروح لابونا. يلا بينا على ابونا.